منهجهم انه يجيبوا صوره لواحد عريان قالوا ده الله، واحد عريان وجهازه التناسلي ظاهر قالوا ده ادم، وقال ما كتبنا الله لكن دي صوره خلق ادم. يعني لو حط خلق ادم في مايكل انجلو قال لك بيجوز تصور ادم منو؟ ادم ده مع نبي ابوك يا القراي. ممكن نجيب صوره كده خياليه له عريان يا مستقبل؟ الراجل ده قال نحن عرضنا الصوره دي وما كاتبين تحتها اي تعريف ولا اي شرح. انتبه، ما في اي كتابه في كتاب التاريخ في شرح اللوحه دي. ده داري برر بي قدام الناس انه انا ما مذنب كون انا وضعت الصوره من غير شرح وتعريف. طيب كلامك ده انت دار تبرر بي نفسك من الذنب من الكفر اللي انت عملته، لكن وقعت نفسك في خلل منهجي بيطعن في اهليتك انت للمنصب ده ذاته، لانه ما ممكن انت كرجل صاحب مناهج تخط لك صوره من غير هدف. طيب الطالب ما حيسال الصوره دي خدتنا هنا ليه؟ جات برا قال ما كاتبين على اي حاجه وده كذب. ارجع لنفس الكتاب الصفحه 53 قال بالرجوع الى الانترنت، الانترنت اكتب مقالا عن النهضة في الفنون في إيطاليا. النهضة في الفنون في إيطاليا، أول ما تكتب النهضة في الفنون في إيطاليا حيظهر لك طوال الفيديو بتاع الصورة دي. حيث يظهر آدم مددا باسترخاء في حين يمثل الجزء الأيمن أسمع السماء، حيث يظهر الخالق محاطا بملائكة يمد بيده نحو يد آدم وأصابعهما تكاد تتلامس. ده القراي قال لهم ترجعوا له في صفحة 53 من الكتاب. ده الدائر القراي من المغررات يا أخوانا. وأنا بقول لك بصريح العبارة، لو قابلت الله بعقيدة محمود محمد طه، عقيدة الحزب الجمهوري اللي بتقول الله هو إنسان كامل، أقسم بالله تمشي جهنم ما تمرق منا أبدا أبدا ما تمرق تاني. هل دي صورة تليق انها تعرض في منهج تربوي لابناء عمرهم 11 سنة؟ ومملكة علوة المدمرة اللي قدامكم دي مملكة نصرانية او مسيحية زي ما بسموها هم. لاحظوا في الصورة هناك في شنو؟ في مسجد صح؟ في مسجد في الصورة. هل المسيحيين عندهم مساجد؟ دي لخبطة. دي من ناحية مهنية غلط. من ناحية ثانية عقدية هو داير يلصق الوحشية بالإسلام. عشان كده لما نصور المسجد ده داير يربط بين الصور الوحشية اللي قدامكم، ناس ميتين مجرحين وناس راكدين في الأرض ومبشتنين، داير يربط بينه وبين المسجد اللي وراها ده عشان يلزق في ذهن التلميذ الصغير إنه المسجد ده مربوط بشنو؟ بالوحشية اللي قدامه، رغم انه مملكة علوة ما مفترض يخد فيها مسجد اصلا، لانها مملكة نصرانية مسيحية. ده كله احتقار لأي ثقافة اسلامية، واحتقار لأي حضارة افريقية او سودانية، بالمقابل بمجد في كل الحضارات الاوروبية عشان تعرف انه ده منهج مدفوع الثمن. زمان لما نقول العلمانية هي الكفر والشيوعية هي الكفر والمدنية لا تعني ضد العسكرية وإنما تعني لا دينية، هم كانوا بيغلطون العلمانيين وبيشوه ويفكوا شبهات للمسلمين في السودان، لكن الآن أهو دي المدنية، أهو دي العلمانية، صح ولا ما صح؟ أهو ده الإلحاد، أهو ده منهج أحزاب الحرية والتغيير. أهو ده في زول بيقدر يتكلم معنا؟ شوف دي رؤية الجمهورية لشنو يا جماعة؟ للتعليم سنة 1957 ميلادي. ده بيحكي الكلام ده هو ذاته عن شيخ محمود محمد طه. شوفوا رؤيتهم للتعليم بتاع المسلمين في السودان كيف شغله. لكن من المسائل الوارده فيهم اليوم انه في مرحله الابتدائي ما تعلموا الاطفال اي حاجه عن الاسلام خالص، لا تقرون قران لا حديث. الكلام ده واضح ولا ما واضح يا جماعه؟ واضح. يبقى ده دين الجمهوريين ما دايرين اسلام. الزول ده حذف اشياء من المناهج القديمه، بس داريكم تعرفوا سبب الحذف شنو؟ كتاب القبس من صفحة 1 ل 16 حذف درس القراءة من كتاب الله.
درس القراءة من كتاب الله. أول آية فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأول سؤال فيه ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. حذف الدرس كله عشان بادي بالآية من صفحة 29 لصفحة 46. حذف الدرس اللي فيه والصلاة، ترك النصرانية والصلاة في مسجد الأندلس من 87 لحد 102. حذف درس أثر الحضارة الإسلامية في النهضة الأوروبية، وحذف خطبة أبي بكر الصديق عند الولاية في صفحة 43 من كتاب التاريخ، عامل النهضة الفنية في أوروبا، وأضاف لهم إن أوروبا إنما ازدهرت بترك الدين. والخلاصة دايرنا نعمل شنو؟ إحنا نخلي الدين عشان نبقى زي أوروبا، دي الخلاصة. قال إبليس ذاته بيخش الجنة، ده مدير المناهج. وطبعا ده ما حاكم يا إخواننا، في ناس ما عندهم فقه يقول لك ده لا يجوز الكلام في الحكام، ده حاكم كيف؟ شوف، لا حاكم لا والي لا وزير، ده موظف مدير بتاع مناهج في مركز بتاع بحث تربوي ولا شنو بتاع الديوان ده، ده ما حاكم يا اخواننا. عشان زولي ونحن سالنا العلماء ذاتهم وتاكدنا ده بيجوز الكلام فيه بل واجب الكلام فيه، ده كله مجارمه، ونحن جاهزين ننزل معهم اي ميدان، رجاله ما ارجل مننا. شفت كيف؟ علم ان شاء الله ما بيقدروا علينا، واضحين وده قاعدين. لو القراي وجماعته الرجال وبيقدر يواجهون الليجون الان احنا موجودين في المكان، او في اي منصه من منصات الاعلام، او في اي تلفزيون من التلفزيونات اللي عاجباهم، او في القناه بتاعت سونا، نحن جاهزين نناظر القراي واي جمهوري معاه واي شيوعي بيطعن في ديننا وبيتكلم عن اسلامنا وعن حرماتنا وعن اخلاقنا، نحن جاهزين نناظر. والله لو بلغت عمامته عنان السماء نحن جاهزين له.